تدهور حال الطرقات بلبنان بيت أزمة ما بتقل أهمية عن الأزمات المعيشية الأخرى يلي بيعيشها المواطن اللبناني، فلا صيانة ولا مشاريع جديدة لحل هالمشكلة، والحجة هي العجز بالتمويل. فما هي الأسباب وشو هو الحل؟ ضيوفي لليوم هن نائب رئيس منظمة اليازا أنطوان الحج والنائب إبراهيم منيمنة. سعادة النائب، حضرتك بلجنة الأشغال النيابية، ومثل ما تحدثنا أنه حال الطرقات بلبنان متدهور بشكل كبير، وهذا الأمر بشكل خطر كبير أيضا على المواطن اللبناني. اليوم هل أنتم بلجنة الأشغال النيابية عم تعملوا على قوانين لإيجاد حلول لسوء حال أحوال الطرقات بلبنان، إن كانت من إنارة إلى حال الطرقات إلى آخره؟ جوال، تعرفي موضوع الطرقات هو لا يتعلق بدرجة أولى بقوانين تسن أو تقر. اليوم القوانين الموجودة كافية، إن كان من قانون السير إلى غيره، ولكن المشكل اليوم خلينا نقولها بصراحة ببلش بفكرة الصيانة عنا نحن للطرقات، وأجمالا كل شيء بنى تحتية اللي شبه غائبة عن مفهومنا وثقافتنا اليوم بإدارة وزاراتنا. فمثلا كل طرقاتنا نحن التي تشق أو التي تعبد ما بتلاقي عليها صيانة دورية، ما بتلاقي عليها متابعة، تنطر لتهتري أو لتبلش يسوء حالها جدا، أو يصير فيها لا سمح الله عدد حوادث عالي ليبلش يصير في تدخل. وهذا الشيء ما لازم يكون عم بيصير، لأنه عادة بالعالم بيرصدوا موازنات للصيانات قبل ما نوصل نحن لمراحل تدهور عالية. فهيدا هو أساس العمل واللي غايب عن ثقافتنا نحن اليوم، واللي غايب على حتى ميزانياتنا بشكل كبير. هل هو فقط موضوع غياب الثقافة، ثقافة الصيانة، أم فعلا غياب التمويل؟ يعني اليوم وزير الأشغال بيقول أنه الوزارة بحاجة لتقريبا 350 مليون دولار لصيانة الطرقات، أوتوستراد وطرقات فرعية، والمبلغ الموجود بالوزارة هو فقط 60 مليون دولار تقريبا. يعني صح. في عنا عجز. لا، موضوع المالي جاي كتقلك النقطة الثانية، هي موضوع المالي، لأنه المالي اليوم مش معناتها أنه ما في فلوس. المشكلة اليوم أنه ما عم نعمل الإصلاحات المالية المطلوبة، وإصلاحات إلى طلبها صندوق النقد لندخل ببرنامج صندوق النقد، واللي من وراها هاي نحن بنقدر نرجع يكون عنا وصول لأسواق المال ونقدر نتدين. نحن اليوم من بعد ما تخلفنا عن سداد ديوننا بطل في عنا قدرة على دخول أموال، على دخول أسواق المال، وبالتالي في عنا نحن مشكلة بتأمين هذا التمويل. أضيف إلى ذلك أنه نحن ما قادرين نكبر الاقتصاد بسبب عدم وجود قطاع مصرفي صحي، وهذا القطاع المصرفي لما ما بيكون موجود ما بنقدر نخلق مبادرات بالقطاع الخاص، لأنه بيستعملوا المال اللي بتدينوه من المصارف، وهذا الشيء عم يمنع أنه نحن يكون عنا اقتصاد، وبالتالي يكون عنا اقتصاد، ما يكون عنا اقتصاد كبير الحجم، ما بتقدر الدولة تجبي ضرائب بالشكل الكافي. فنحن عنا تراكم مشاكل، ومشاكل مركبة بتبلش بموضوع الإصلاحات المالية إذا عم نحكي عن موضوع الطرق، وتصل إلى موضوع الصيانة، وهول منهم منفصلين عن بعض. والموضوع المالي تحديدا جواد، بدنا ننتبه نحن كلبنانيين انه انعكاساته هي على كل حياتنا، لانه انعكاساته على الدوله، على قدرته المعيشيه، على موضوع الطبابه، على موضوع الطرقات، على موضوع الكهرباء، على موضوع التعليم، على كل المواضيع، لانه كل المواضيع، كل الامور اللي احنا بنعيشها بدها تمويل، وهيدا التمويل اليوم يعني محجم، لانه ما عم نقدر نحن ننفتح على الخارج، ولا عم نقدر نتدين، ولا عم نقدر نكبر اقتصادنا، لانه قطاع المصرفي عنا منهار. استاذ ابراهيم، رح اعود لك بموضوع يعني الوضع المالي بلبنان، رح انتقل لعندك استاذ انطوان. حضرتك نائب رئيس جمعيه اليازا، وطبعا عندك تواصل مع المعنيين بوزاره الاشغال ومع المعنيين ايضا بمجلس النواب. ما هي الاجابات يلي بتحصلوا عليها من بعد ما تضغطوا على الجهات المعنيه بشان تحسين حال الطرقات وصيانه الطرقات؟ هل هناك اجابات ايجابيه او فقط كلام اعلامي بدون تطبيق؟ تقريبا انت جاوبتي على السؤال اللي هو الشق الثاني. نحن بس ما بنتلقى الا تطمينات لحد يتعلق بسبب، ما شفنا شيء على الارض. نحن بالنهايه بهمنا النتيجه، بهمنا نشوف شيء. نحن محامي المواطن، نحن شغلتنا ندافع عنه ونأمن له سلامته. هلا سياق الامور اللي حكي عنها استاذ ابراهيم مزبوطة 100%، ونحن الدوله اللبنانيه وسوء إدارتها
للشأن العام وصلنا لهون إنه ما بقى قادرين ناخد مصاري ونستلف أموال من الجهات الخارجية. ما بقى في ثقة بلبنان لأنه كانوا سيئين إدارة قبل. أوكي بس نحن كيازة لم يتغير شيء. يعني ما عم نلاقي شيء ملموس صراحة. نحن كجمعية يازا نحن شأننا إنه نشوف شو نعمل للمواطن. نعمل له شيء؟ ما نعمل له شيء. هل أنتم بجمعية يازا عندكم صلاحيات إنه تتواصلوا مع منظمات غير حكومية أجنبية لتمولوا مشاريع معينة خاصة بتحسين حال الطرقات؟ نحن كجمعية يازا ما عندنا الحق إنه نحن نجيب مصاري ونحن نعمل مشاريع. هيدي الدولة هي بتعملها. نحن اللي بنقدر نعمله إنه نتواصل يمكن مع جهات مانحة ونطلب منها، وهالجهات المانحة إذا هي اقتنعت بالطلب تبعنا هي بتتواصل مع الدولة أو يعني دور الوسيط فقط تلعبون دور الوسيط. بالضبط. نحن كجمعية غير حكومية دورنا دور وسيط فقط، والدولة هي الوحيدة المخولة بتنفيذ المشاريع. أي مشاريع توسطتوا لتنفيذها؟ في مشاريع كتير، يعني إذا بدي أقول لك عنا، في مشاريع كتير توسطنا لتنفيذها. في إشياء تنفذ، في إشياء ما تنفذ، في جسور مشيد، في بعض الطرقات اللي يعني حتى فيها. في ظل وجود التمويل المشاريع لم تنفذ؟ مش كلها صراحة، لا مش كلها. ألم تتساءلوا عن مصير الأموال التي أرسلتها هذه المنظمات غير الحكومية أو الأصدقاء بالخارج؟ طب إذا هيدي الأموال مخصصة لمشاريع معينة وما تنفذت هيدي المشاريع، ما تابعتوا لتقدروا تعرفوا أين ذهبت هذه الأموال؟ نحن المتاح لنا هو نحن ما عندنا صلاحية نفوت بتدقيق الحسابات تبع الإدارات الرسمية. طبعا ما عندنا صلاحية. نحن المتاح لنا هو أنتو، هو وسائل الإعلام، هو بتسليط الضوء على أنه في تقصير، في شيء كان لازم ينعملوا انتوا ما عملتوه، وين صار؟ نحن عم نلحقهم عطول. يعني عمل الادارات الحكوميه بشكل عام، وزاره الاشغال، دائره مصلحه تجهيز السيارات والاليات، عطول هودي ادارات هن تحت المجهر تبع اليازا، هن تحت مجهرنا، نحن عم نراقبهم عطول. مطرح ما في نقاط منلاقي انه لازم نسلط الضوء عليها، منسلط الضوء عليها بالاعلام. هلا قديش بيجاوبوا؟ نحن سلاحنا هو الاعلام فقط. استاذ ابراهيم، استاذ انطوان حكى عن موضوع تمويل المشاريع غير الحقيقيه، اذا بدنا نسميها هيك، الوهميه، يعني على اساس في مشروع فجاه هذا المشروع لا يبصر انهار. صندوق النقد الدولي ارسل عام 2018 مبلغ 200 مليون دولار لصيانه الطرقات. هلا الوزير حميه بيقول انه صرف نص هذا المبلغ، ولكن اذا بتقرن بكل لبنان ما بتلاقي فيه مشاريع صيانه حقيقيه عم تصير. يمكن يعني ترقيع بسيط على بعض الطرقات، ولكن ليست مشاريع تستحق انه ينصرف عليها تقريبا 100 مليون دولار حسب تصريح الوزير. أين برأيك ذهبت هذه الأموال؟ ومن يتابع اليوم دورك كنائب هو أيضا المحاسبة والمراقبة، من يتابع عمل الجهة التنفيذية في الدولة اللبنانية؟ نحن نتابع، نحن أكيد شغلتنا نتابع. هلأ بموضوع هذا القرض تحديدا، لأنه كان قبل ما ندخل مجلس النواب بفترة، يعني ما عندي كل تفاصيله، ولكن خلينا يعني بمكان نكون دقيقين بالتصنيف وبالتشخيص. عندنا مشكل بلبنان نحن انه منعمم شوي باطار النقد وحقنا، ولكن هيدا الشيء بجنب القدره على المحاسبه. اليوم افضل اذا نحن بنقول والله قد ايه صرف ووين صرف، ونشوف اذا هل فعلا اللي موجود بيعكس او ما بيعكس، لانه اليوم بالنظره العامه للطرق صعب تقيمه وين صار في صيانه او وين ما صار في صيانه. يعني الواحد بده يعمل جردة حقيقية ومسح ليشوف وين انصرفت المصاري. فالأفضل يكون في مطالبة للوزير وين هيدي المصريات انصرفت، ويتم التحقق من انه المبلغ اللي انصرف بصيانة الطرق الدولية تحديدا، لانه كمان بدنا ننتبه هون وللمشاهدين انه مش كل الطرق هي تحت صلاحية وزارة الأشغال. هناك طرق تتابع للبلديات تماما، وفي طرق لوزارة الأشغال هي طرق الدولية فاذا الاوتوسترادات والطرق الدولية هيدي من صلاحيتها. بدنا نشوف وين المفروض بتقول الوزارة أنه انصرف، ويتم متابعة هذا المبلغ إذا معكوس بشكل منطقي على هذه الطرق. إذا لا ساعتها أي واحد لازم يروح يتابع ويسأل ويشوف ليش ما تم منعكس هذا المبلغ. هل كان في هدر؟ هل كان في عدم مراقبة؟
لانه صراحه الطرق اللي موجوده يعني اذا نحن بنشوفها بشكل اداء مش كله بس موضوع صيانه وصرف فلوس، في شيء له علاقه بالتخطيط كمان. يعني مسارب اللي هي او بسموها السيرفيس لين او خط الخدمه او حارات الخدمه اللي بتجي هي بتامن انتقال من السرعات الواطيه لسرعات العاليه بالاوتوسترادات، بيكون في مرحله تمهيديه. هيدي اليوم معظمها منها مخطط ومش منفذ، فبتلاقي جزء كتير كبير من عجقه السير ومن الحوادث لانه انت بدك تطلع من طريق فرعي. طب ما سبب هذا هذا التقصير؟ صراحه يعني تاخر الدوله بالتخطيط وعدم قدرتها على قمع المخالفات. في كتير ناس مثلا اليوم على الاوتوسترادات بتلاقي مباني او محلات مستفيده من المساحه المخصصه لهذا السيرفيس لين اللي هو منه معمول وبتعمل باركينج. الدوله المفروض تكون عم بتكون كتير حازمه بهذا الموضوع، تستعيد هيدي المساحه لانه هيدي ملكها، عم يستخدموها اصحاب المباني المجاوره للمحاذيه لهي الاوتوسترادات عن غير وجه حق، تيجي تاخذها وتعمل وتنفذ هذا خط السيرفيس لين مثلا. تمام، هيدا الشيء بيؤدي برايي الى يعني جزء كبير من تخفيف الحوادث وتسريع اذا بدك او يكون فعاليه اكثر على الاوتوسترادات. في عندك موضوع الاستملاكات مثلا، منطقه جوني هيدي اللي كان المفروض تكون استملكت وتوسعت الطريق، هيدا هون في عنا مشكل بالتخطيط. دائما نحن بنكون على حاله رده الفعل، عم نلاقي اختناق مثلا بمساحه معينه او بستريتش معين بالاوتوستراد، نجي بدنا نعمل رده فعل. طيب هيدا الشيء ما بيصير، يعني انت اليوم لازم تكون مستبق هيدا الموضوع، وهيدا شيء كثير بديهي بتخطيط لاي اوتوستراد. طب لماذا لا يتحمل المعنيون هذه المسؤوليه من بعد مراقبتهم ومحاسبتهم من قبل المجلس النيابي؟ هلا بتراقبي وبتحاسبي، بس انت اليوم شو الاداه الاساسيه اللي بتخوفي فيها السلطه التنفيذيه؟ القضاء. مش بالقضاء، اذا كان في عمل جرمي، اذا في تقصير بتخوفي بسحب الثقه. واليوم نحن عندنا حكومه تصريف اعمال، من اول ما دخلنا المجلس نحن بحاله تصريف اعمال، ليس لدينا القدره للتهديد بسحب الثقه. يعني نحن ممكن نكون عم نبعث كثير اسئله رسميه للحكومه، وهيدي واجبتنا كنواب نعملها، وفي مده ومهله اسبوعين او 15 يوم ليردوا. معظم الوزراء ما بترد لانه معتبرين حالهم انه هن بحكم تصريف الاعمال، ويمكن وما حيكون في اثر لعدم التجاوب بالمهل القانونيه. عرفت يعني مثلا انا مقدم ربما سؤال، ربما ايضا هذا استهتار لانه من انا يعني مقدم سؤال لوزير الاشغال بموضوع المطار وتلزيم المطاعم بالمطار، لهلا من شهرين تقريبا صار له، هلا ما اجاني جواب. لماذا برايك هل هذا استهتار ام سوء اداره ام لانه مطمن انه عنده غطاء سياسي وما حدا رح يدق فيه؟ هلا الغطاء السياسي يعني اصطفل بكره اي جهه سياسيه بدها تغطي اي وزير اللي كان ما عم بيمارس عمله ضمن الاطر القانونيه ويتجاوب مع السلطه التشريعيه اللي هي مجلس النواب، هيدا بيتحمل مسؤوليته امام الراي العام. يعني اذا فئه سياسيه بدها تغطي وزيره بس لانه وزيره حتى لو كان غلط، خليها تظهر على حقيقتها ساعتها. اوكي، بس عم برجع اقول لك يعني موضوع الطرقات، في موضوع التخطيط كثير مهم. يعني في كتير طرق إلى تخطيط ما تنفذ، هيدا بيقدر مباشرة يحلوا مشاكل. يعني إذا بتلاحظي على الأوتوستراد اللي باتجاه الشمال أو باتجاه الجنوب عم بيصير في عجقات سير على محلات، هيدي عم تمنع إنه الأوتوستراد يكون الانسيابية فيه سريعة، هيدا بينحل بالسيرفيس لين، وعندهم الاستملاك اللي بيقدر يعمل ينفذ السيرفيس لين بكل بساطة. فإذا وعند يعني هي مسألة إرادة سياسية، كيف مثلا بتشوف انت في كتير تعديات على نطاق العام وعلى املاك الدولة بنفس الطريقة، هيدا النوع من الاستخدام لمساحات ممكن تكون مسارب للأوتوستراد، هيدا تعدي لازم تكون الدولة عم بتطبق القانون وتستخدم هيدي صلاحياتها بفرض هذا السيرفيس لين. بالحديث عن القوانين رح ارجع لعام 2012 واسأل عن قانون السير يلي اقر عام 2012، وكان هو قانون حديث ومنبثق من قوانين الدول الحديثة والمتطورة، ولكن صار في اعتراضات عليه من الداخل السياسي وما تطبق. ما برأيك لماذا برأيك لم يطبق هذا القانون؟ يعني شو في شيء بخوف؟ لانه نحن المنظومة السياسية ومن خلفها مثلا من يستفيد من النافعة ومن يستفيد من السماسرة النافعة وغيره، هاي التنفيعات كلها شبكة مصالح كتير كبيرة مرتبطة بسياسيين بشكل أو بآخر. فهني طبعا ما بيهمهم يتنظم هذا القطاع، لأنه قانون السير مش أنه بس منوقف اللي عم بيسرع أو نعطي ضبط للي واقف باركينج غلط، لا هو له من درجات كتير
كيف بيتأهل الواحد ليسوي، كيف بيصير في عندك مدارس بتعلم السواقة الرسمية طبعا، يعني في إلها تبعات كتير. بدون تنظيم عمل النافع أيضا، يعني هو قانون جدا بالزبط. موسع فيه كتير مواد تماما. فهيدا التنظيم الحديث أكيد ما بيهمهم ولا بيناسبهم انه يكون موجود، وبالتالي حتلاقي مثلا جزء من الموضوع انه في سماسرة بالنافع بتستفيد من الفوضى، وشايفينها اليوم كيف عم بتصير. هيدا لو كان في من يغطي هؤلاء السماسرة من السياسيين، اي جهة سياسية بتغطيهم؟ الحقيقة ما عندي اسماء بهذا المعنى، لانه بعتقد في جزء لا بأس به من السياسيين مرتبط فيه، بس بدك تشوف الذين كنا نعتبر انه كل منطقة فيها وجود حزب معين يعني بيختلف فيها نوع الغطاء السياسي. يعني اليوم تنصدمي لتعرف جوال انه السماسرة مرخصين يعني انه يفوتوا يشتغلوا هيدا الشغل، يعني عطيهم غطاء كل الوزراء قانوني. وكل وزراء الداخلية اللي تعاقبوا بعتقد من وقت الوزير المشنوق ووزير فهمي والوزير ري الحسن كلهم مضيوا على حتى بشكل غير قانوني على تراخيص لهول، واكبرهم كان انه هذا المشنوء الوزير وهذا المشنوء حوالي 500 حسب ما سمعت 500 رخصة سمسار بهذا المحل. فكل الوزراء وغيرهم ومن خلفهم يعني سياسيين قديمين كان لهم علاقة بميشيل مور ولهم علاقة بالنافع ومعروفين، يعني قوننوا الفساد. أنا ما بدي سمي وانسى ناس، يعني حقيقة سمي ناس واترك ناس، بس اللي عم جرب قلك عليه انه في كتير من السياسيين بشكل كتير واضح مرتبطين بهذا الملف وإلهم مصلحة إنه يضل الوضع مثل ما هو، لأنه خدمات وتنفيعات من هون، وإذا كان في فوضى ما بيأثر بيتحملوا الناس. فمتابعة هذا الملف يعني بيتطلب حسم وحزم بمتابعته من الوزارة تحديدا، وهون بنرجع بعدين في مشاكل بنحكي فيها إلى علاقة بهيئة إدارة السير وكيف تركبت وكيف عمل نص قانونها وكيف انسحبت من ايد الدولة. يعني في كتير تفاصيل ممكن الواحد يحكي فيها، بس انا بأكد لك انه في تدخل سياسي اليوم واستلشاء بتطبيق القوانين، ولهيك وصلنا لهالنتيجة. استاذ انطوان، يعني قانون السير اللي صدر عام 2000 اللي اقر عام 2012، هل برأيك اليوم بحل الكثير من المشاكل الموجودة على طرقاتنا بلبنان بظل الاوضاع الحالية، يعني سوء الطرقات، سوء حال الطرقات، غياب الإنارة إلى آخره؟ هل تطبيق هذا القانون اليوم بخفف من الحوادث يلي عم نشوفها على الطرقات باختصار؟ نعم، بالنسبة لقانون السير اللي عم تحكي عنه، نحن كجمعية يازا كنا مشاركين بإعداده، وأنا كنت أحد مندوبي اليازا بقلب مجلس النواب يلي كنا عم أكيد بالاشتراك معه. قانون السير يلي تم إعداده بال2012 قانون عصري جدا، هو مقتبس عن القانون الفرنسي، ويومتها عدلنا فيه شوي حتى يتماشى مع وضع لبنان، لأنه في أشياء بتمشي بفرنسا بس بلبنان ما بتمشي. بس هو قانون جيد إذا تم تطبيقه، بس مع الأسف وين تطبيقه؟ ومثل ما قال أستاذ إبراهيم، المصالح عند النافذين بمصلحة تسجيل السيارات يلي هي أشبه بالدجاج اللي بتبيض ذهب، مصلحة تجيل السيارات جيجة بتبيض ذهب، والنافذين والسياسيين إلهم مصالح فيها، وشبكة علاقات، والسماسرة اللي عم يحكي عنهم الأستاذ إبراهيم هني بيقولون معقبي معاملات، هاي كلمة تجميلية بس هني بالواقع سماسرة، مرخصين ومغطيين مثل ما قلت أنت من بعض النافذين مناطقيا كل منطقة بمنطقتها. أوكي، هلأ ترجع لقانون السير. لقانون السير إذا تم تطبيقه هو جيد، بس وين تطبيقه؟ ما عم تضغطوا يعني اليوم كيازا وكأيضا منظمات غير حكومية أو أهلية تانية، ما عم تضغطوا مجددا لتفعيل هذا القانون؟ يعني قانون صار له تقريبا 12 سنة. نحن عندنا تواصل بشكل دائم مع الكتل النيابية بمجلس النواب، على طول عندنا تواصل، وعندنا تواصل مع الوزراء ومع الوزارات ومع المدراء العامين. نضغط بالوسائل المتاحة بين إيدينا، ونحن سلاحنا، خلينا نكون معك أوضح، سلاحنا الأكثر فعالية هو الإعلام. نحن بنطلع الإعلام بنحكي، وما بقدر خبرك قديش عم نطلع الإعلام على كل المحطات وعلى الإذاعات حتى نضل عينين مثل عين الضغط عليهم، ولكن يبدو أنه ما بيتأثروا.
أستاذ إبراهيم، تحدثت من شوي أنه ما في إرادة عند بعض المسؤولين لتحسين الوضع المالي أولاً، يلي بجر من بعده الكثير من الحلول للأزمات المعيشية. من فترة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية تعاقد مع جهات معنية بالدولة اللبنانية لتطوير شبكة مجاري مياه بالبترون بضغط من رئيس المجلس النيابي. ما بعتقد اليوم في حدا يعرقل بهذا المعنى، يعني شخص يعرقل. ولكن نرجع منرد الموضوع للمشكل الأساسي بتوفير التمويل الكافي والتخطيط. يعني في كتير أشياء مثلا ما إلها علاقة بالجوار، في إلها علاقة بالإنارة، في شيء إلها علاقة بالتنسيق. يعني هذا مثلا موضوع إنارة الطرق، ولكن يبدو أنه في كهرباء. منظمات مستعدة تدفع أو تمول لمشاريع معينة. هو المهم أنه تاخذ التمويل أنت بالمحل اللي بتعوزيه، لأنه في كتير محل ومن مرات ومن يضمن أنه هالتمويل ما رح يتم إدارته بشكل سيء أو يتم هذا رهن إذا بدك متابعة النواب والإعلام وكل الجهات الرقابية اللي موجودة، ديوان المحاسبة وإلى ما هنالك، والقضاء. هذا اللي بيضمن، يعني إذا بدنا نقول هيك هذا السيستم هيك مركب ليضمن. بس نرجع لمشكل الطرقات بحد ذاته، هو مشكل مركب له علاقة بالتمويل، له علاقة بغياب تخطيط تطوير، مش بس صيانة. يعني الطرقات بدها تتطور بمكان ما، يمكن تتوسع، يمكن يكون في محلات في بدها تغيير مش شغالة إلى ما هنالك. نحن في عنا كتير مشاكل إلى علاقة بغياب رؤية أو بسموهم ترافيك مودلز، يعني هول المودلز بيعملوا سيميوليشن لكيف بدها تصير حركة السير، لنخطط للمستقبل كيف، وخصوصا بالمدن الكبرى. يعني مداخل المدن الكبرى إلى ما هنالك التنقل، مش بس يعني إذا نحكي عن طرق، في عنا وسائل اللي هي بتعمل ضغط على الطرقات. اليوم مثلا ما في ماء بدك تحركي سترنات، ما في كهرباء بدك تحركي سترنات مازوت، كل هول بيعملوا ضغط على الطرقات وبيساعدوا بدهورة أو تراجع حالة الطرقات. حتى كمان غياب النقل العام ولجوء المواطن لهذا الموضوع كنت أقول لك الخاصة كمان عم بيزيد من زحمة. بالضبط، يعني اليوم النقل العام اللي هو أساسي مش بس لتوفير حق النقل للناس، ولكن لتأمين ربط بين مناطق اللبنانية، اللي هو شيء كتير ناقص عنا نحن بهذا البلد، عم يتحول لمساحات منعزلة عن بعضها. فإذا اليوم موضوع الطرقات منه موضوع منفصل عن خطة النقل البري بشكل عام ووسائل النقل المشترك وغيره، بس لازم دائما اللبنانيين يكونوا عارفين انه هيدا حق ولازم يتابعوه، وانه مش بس اليوم يقتصر على موضوع قدرتهم على شراء سياره، وفي الى اشياء ابعاد اكثر من هيك. فان شاء الله بعد هيدي الحلقه يكون في فرصه ان الناس تعرف اكثر عن هذا الموضوع. بمحل من المحلات مجبور يشتري سياره لا طبعاً ما طبعاً. في نقل عام، يعني مثلا قطر، بس مطالبه المواطن جوال، يعني اليوم ما يجب ان لا تقتصر على موضوع السيارة، يعني عرفتي، لأنه بالنهاية السيارة إلى حسناتها وإلى سيئاتها، وكل الدول برا عم تنتقل من هيدا من هاي وسيلة النقل لوسائل نقل جديدة أخرى من متنوعة، من نقل مشترك، ترامات، ترينات. بالضبط، فهيدا الموضوع نحن عنا ثقافة متجذرة فيه من الستينات، لازم يبلش شوي شوي يتغير لحتى نواكب التطور بهذا الموضوع. وبتمنى يعني وزارة الأشغال والنقل تكون هي كمان بدورة عم بتواكب هذا الموضوع. حتى بعض الدول الصديقة أرسلت باصات للنقل العام، من ضمنهم فرنسا، من ضمنهم قطر يلي قالت بعد المونديال أنه رح ترسل عدد كبير من الباصات. هلأ يقال أنه كلام إعلامي، هذا يعني هذه مصادر وزارة الأشغال. طب في باصات، يعني في العتاد إذا بدنا موجود، ما المشكلة؟ لماذا لا يتم تفعيل النقل العام؟ هل المشكلة بال الموارد البشرية بالسائقين؟ بعتقد المشكل هو بغياب خطة للنقل العام بالأساس. يعني نحن ما عندنا خطة اليوم للنقل المشترك والنقل العام بالبلد، يعني ما بنعرف كيف بدنا نوظف اليوم هذا العدد الصغير من الباصات اللي وصل، ولو أنه كان ممكن يكون بداية مثلا يحل المشكل بمكان ما. بس ما هو اليوم مش بس أنه بتجيب باصات وبتكبيهم بالشارع، يعني في خطة بده يتبع. بالضبط، يعني اليوم أنا لما بيكون في عندي منطقة مكتظة بالسير مثل بيروت، كيف بدي أمن أنه هاي المنطقة تقدر تستفيد من الباصات؟ إذا عندي نقل مشترك داخلي شيء، والناس عم توصل بنوع نقل مشترك من برا المدينة إلى أطراف المدينة شيء، وترجع تاخد نقل أو تقدر تمشي إذا في عندك وسائل للمشي وأرصفة جيدة،
هيدا كله بيخلق منظومة نقل مشترك أو بيسموها كمان مالتي مودل، يعني متعدد الأوجه، نقل متعدد الأوجه. هيدا بيقدر يخلق حالة مختلفة من النقل، مش بس اعتماد على السيارة وبالتالي بس الطرق. والباصات بهذا المحل تتوظف بهذا النوع من الخطط. أنا برأيي لليوم ما في خطة، وهذا رسميا ما في خطة بعد. وكان في اقتراحات أول ما دخلنا المجلس من وزير النقل، ولكن هي كانت قائمة على خصخصة خطوط، بعض الخطوط القائمة تبعوا للفانات وكذا تتحول هي للخطوط، يعني ما أضافوا شيء، هن فقط كانوا عم بيخصخصوا. بس هيدا ما مشي. أنا شخصيا عرضت هيدا الموضوع، إذا ما هيدا نقل أنا برأيي القطاع استراتيجي لازم على الأقل بالخطوط الأساسية يكون بإيد الدولة بمكان ما، وإذا في بعدين أفرع. ولكن إذا الدولة عاجزة ما في شيء اسمه الدولة عاجزة، إذا بدي لا لا ما في شيء اسمه عاجزة. ما أنت الحل البديل إنه تستسلمي لهذا الواقع ويكون واقع أسوأ. لا، نحن بدنا نناضل وندفش باتجاه الحلول اللي شايفينها أمثل. ما فينا نستسلم إنه الدولة ما قادرة خلص بنروح على شيء تاني. لا، نحن واجباتنا نقوي الدولة لتتمكن هي من إدارة القطاعات تبعولها. يعني مثلا ما في كهرباء اليوم بروح بأمنا بقبل بمطيرات مولدات بهالشكل؟ أكيد لا. أستاذ إبراهيم، رح أختم معك بسؤال ورح أنتقل أرجع لأستاذ أنطوان لنختم الحلقة يعني بسؤال عن وضع السائقين بلبنان، هل بيحملوا مسؤولية أو لا؟ أستاذ إبراهيم، يعني موازنة عام 2024 انتهت دراستها تقريبا من كم يوم، نهار الاثنين، هل فيها تحسن فيما يخص تمويل وزارة الأشغال؟ فيها تحسن نسبي، ولكن ما أكيد، يعني ما بيغطي كل حاجات الوزارة بطبيعة الحال. بس اليوم القروض مش متاحة، لأنه نحن ما فينا ناخد قروض كونا دولة متعثرة، ما عم نقدر لا ناخد قروض من الجهات المانحة ولا المؤسسات الدولية. هذا كله لليوم واقف بسبب عدم قدرتنا على تطبيق إصلاحات صندوق النقد والدخول ببرنامج صندوق النقد. فهذا كل المنظومة اليوم الاقتصادية عنا والمصرفية معطلة، ومن وراها الوزارات وتمويلها، كل التمويل، يعني وزارة الصحة، وزارة التعليم، كله بيلحق بعضه، فكله مقزم ومحجم. يعني من خلال معلوماتك ما بتطمن المواطنين انه حال الطرقات رح يتحسن بهيدا؟ لا، ولا بأي شكل من الأشكال، بالعكس انا مني متفائل ابدا اذا ضلينا بهذا الشكل، مش بس على مستوى الطرقات، على مستوى البلد ككل. اذا ما قدرنا نحن ندفش باصلاحات، لانه بالاساس يعني الاقتصاد وحجمه اليوم هو تقريبا نص، اذا مش اقل من نص الحجم الاقتصادي اللي كان قبل الازمه، وهذا بيكون عندنا مشكله كتير كبيره بتمويل القطاع العام، غير انه احنا بدنا نعمل اصلاحات فيه. بس قدرتنا على الانتاج وقدرتنا على الصرف على شبكه الامان الاجتماعي وغيره والنقل المشترك، هذا كله حيتقلص لانه ما عندنا القدرات الماليه. شكرا لك سعادة النائب. أستاذ أنطوان، خلينا أختم معك بتوجيهك رسالة للمواطنين، للسائقين تحديدا. اليوم حال الطرقات متدهور جدا، ومعنا قوانين يعني تفرض بالقوة على المواطن لا ينتبه بموضوع قيادة السيارة. شو الرسالة اللي بتوجهها للمواطنين لحتى على الأقل نحد من نسب الخسارة يلي عم يتكبدها المواطن بس يكون عم يقود سيارته، إن كان خسارة مادية فيما يخص يعني صيانة السيارة، أو إن كان خسارة حياته حتى بسبب الحوادث المريرة يلي عم تصير؟ بس بدي نتفي صغيرة أشرح شغلة صغيرة. تفضل. في شيء بدول برا بيقولوا له برامج القيادة الدفاعية، defensive driving، اللي نحن بلبنان اللبناني ما بيعرفوه. هيدي برامج القيادة الدفاعية هي بتعلم السائق، تدرس بمدارس تعليم السواقة، ومع الأسف مدارس تعليم السواقة لحد هلأ بعد ما عم يعملوها، نضطر نحن كيازة نعملها. نحن بنعمل دورات بالقيادة الدفاعية لسائقي الشركات الكبرى يلي عندها شاحنات وبسيط أو غيره أو سيارات عادية، لسائقي بسيط المدارس نعمل لهم دورات بالقيادة الدفاعية. ما هي هذه القيادة الدفاعية؟ إذا بدك الفكرة الأساسية تبعها هو إنه السائق يقدر يعالج أي حالة بتصير معه على الطريق رغم أخطاء الآخرين، رغم أخطائهم هو مفروض يلاقي الحل ويقدر يعالج الموضوع. يعني باللبناني بده يسوق عن حاله عن غيره. مزبوط. هلأ أكيد هيدي كتعبير بالمعنى العريض، بس هي فيها تقنيات متعددة. نحن دورات بنعملها للشركات كل دورة 8 ساعات، كيف يفكر، كيف ياخد، كيف يحلل الصورة اللي قدامه، يعمل لها مثل التحليل، طيب يعرف شو القرار بده ياخده معه، أقل من تكي بده ياخد قرار.
رغم سوء الطرقات مفروض يعرف يتصرف بالطرقات السيئة، رغم عدم الإضاءة، رغم عدم تخطيط الطرقات، رغم البنية التحتية السيئة والفوضى بالقيادة من قبل سائقين الآخرين وغياب الدولة، مفروض هو كسائق يسوق دفاعي، يسوق دفاعي يعني يحمي حاله ويجرب يحمي غيره. هذا اللي أنا بدي أطلبه من السائقين، هاي الكلمة اللي بيوجهها، أنه سوقه دفاعي بالوقت الحاضر إلى أن يكون الدولة قامت بوجباتها وزبطت البنية التحتية والطرقات. ساعتها أكيد مش إنه ما تسوقوا دفاعي، بلا ضلكم سوقوا دفاعي. هو ربما لو الدولة بتطبق قانون السير اللي يعني اللي أقر عام 2012، ربما بيصير هذا أمر ملزم إنه تعلموا شركات تعليم السواقة. أستاذ عطان بدي أتشكر حضورك، ساعات نايل كمان بدي أتشكر حضورك. شكرا. على أمل إنه يعني تقل حوادث السيارات. بدي أقول لكم أكيد سوقوا على مهلكم وما تستخدموا التليفونات، لا كانت الدولة يعني فرجتها علينا بيوم من الأيام. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، بشوفكم بحلقة جديدة أسبوع المقبل من رأيك بيفرق.